شاء الله 30 سنة، هي مصممة وكمان عندها صالون. حابين الشغل، الشغل في العبايات. هذا حلو إن شاء الله. أصمم بس عبايات واللي دخل على. وكله فتين هنا داخل السعودية. شوية اوكي حبيت هذا الفستان نايس حبيت الشغل اللي بالنص ايوه حبيت البخور اوكي راح اتبخر دخلنا للقاعه الرئيسيه بالمعرض طبعا ما حقدر اصور لانه ما شاء الله البنات اكيد طبيعي ماخذين راحتهم لانه هو معرض نسائي فقط جوالات من 25 سنة في المدينة متميزين بالجوالات وعندنا هنا بوب ستوك احنا الوكيل الحصري لها لايش هذا بالضبط؟ تبع المسكة هذه بتركب 200 مرة على الجهاز ميزتها انك بتشلك الجهاز زي كذا وممكن توقفيه كمان يوقف دائم كمان تلفي السماعات عليه عشان ما تحوسنا صح؟ ردات احنا كمان احنا الوكيل كمان حق راف باور احنا الوكيل الحصري له رداد اتصالات سيدنا في المدينة النسائي سيدات عشان ما حد يطلع على المعلومات اللي موجودة بالموبايلات تبع السيدات حلو كذا يكون أكثر أمان بنات أعطوني كل هذه المسكات واختاروا لي كل شيء فيه بينك صراحة عسل أنتم على كل غطاء شفاف للبنات كذا اللي عندهم مزاج عالي يستخدموه اللون حسب اللبسة شكرا حبيبتي عفوا عندكم منتجين اوكي هاي فيست هاي فيست هي المياه الطبيعية 100% غير مركزة وما تحتوي على دهون ولا سوائل اوكي للناس يعني اللي عندهم دايت مثلا ايوه تناسب الناس الرياضيين كمان عندك تحتوي على تعوض نقص السوائل في الجسم حلو يعني تصلح لرمضان ايوه مفيد بداية العسلات بس لازم نجرب بعد طبعا احنا افيلبل في السعودية دبي والبحرين في كل الاسواق في جميع السوبر ماركت طيب كويس يعني لو عجبتني ما راح اتوهق ممكن احصلها بدبي اوكي على فكرة جربت الاثنين يا جماعة مرة لذيذ بعدين هي حطت الثلج يعني كان مغري صراحة يعافي قلبك يا رب اوكي لأي استفسار؟ الاكونت تبع في الانستغرام فممكن يبعثوا اسئلتهم ممكن يشوفوا كل المعلومات اللازمه حبيبتي يعطيكي الف عافيه اللي عامله المعرض هي سحر وهي نفسها صاحبه استوديو فخامه راح نشوف بعض الصور طبعا في صور خاصه اكيد ولكن الستايل كثير مختلف مره حلو ما شاء الله هذا تصويركم؟ ايه حلو معناته المرة الجاية أعمل حسابي إنه في فوتو سيشن أعرفكم في الاستوديو إن شاء الله وعلى فكرة هذول اللي موجودين في الصور هم موديل عشان ما تفتكروا إن إحنا قاعدين مثلا نصور ناس ما يبغوا يتصوروا لا بس عشان نوريكم الستايل اللي موجود تبع التصوير يعني نقدر نسوي لهم ألبومات سادة ونقدر نحط لهم أسماءهم على الألبوم اوكي يعني على حسب اللون كمان اللي يبغوه في هنا كمان اوكي وفي الصغير الميني الميني ومعاه الملحقات كلها المطوية والمجلة اوكي
ميت إفادة رعاية الأيتام، الأيتام مجهولين النسب. في عندنا الصدقات أي مبلغ، وعندك صدقة جارية مدى الحياة هم الفردي 100. عندنا برضو مدارس اللي هم كده يعني في كده شيء، وفي عندك كفالة يتيم. طيب كيف الشخص ممكن يوصلكم؟ ما عندنا حساباتنا التواصل. أوكي. رقم الموحد. عندك حولوا في رقم الموحد اسألوا فيه برضو عن طريق سهم الوالدين، سهم العائلة، وكلها صدقات جارية مدى الحياة. وقلت لي إنه في شيء ثابت صح؟ ثابت. إيه. خلاص هو ينخصم بشكل تلقائي كل شهر. حلو. وهذا أريح أكيد. ما شاء الله مجموعة بنزقل ما شاء الله، يعني هنا متسيدين. وهنا يعطيك العافية. الله يعافيك. هنا شوفان الحبة الكاملة، شوفان هنا الحبة الكاملة. مميز منه طبيعي 100%، وهو يخفض الكوليسترول. عندك تستخدميه في الحلويات، في الموالح، في الشاربة، عندك تستخدميه في استعمالات حفلة. ويجيب علبة نفس اللي موجودة بالصورة هنا. أيوة. زي كذا بشكل حلو. حلو. متوافر في كل الماركتات الكبرى في السعودية، متوافر في دبي وفي البحرين. اخذ واحدة. شكرا، يعطيك العافية حبيبي. تسلم. هذا بس حبيبي قبل شوية. ايوه بالضبط. حلو. في وصفات كثيرة ممكن تستخدموا فيها حبوب الشوفان. اها هنا. حلو، يعطيك العافية حبيبتي. حلو لكل الناس اللي يبغوا يسافروا بعد العيد ان شاء الله، واللي على العيد. يعطيك العافية حبيبتي الذهبية العالمية للسفر والسياحة. نقدم خدمات سفر وسياحة. اوكي. للسعوديين وللخارج السعودية. اوكي. طبعا خدمات تشمل الجروبات السياحية في تركيا والشمال التركي وجورجيا واذربيجان ونمسا والمانيا وفرنسا وسويسرا وماليزيا واندونيسيا. انا شكلي برتب عندكم يا ماليزيا يا اندونيسيا. يشرفنا. كيف التقسيط عشان بس افهم؟ حيكون التقسيط ميسر. العميل يجي يطلب البرنامج اللي يبغاه. اوكي. يعملوا تقسيط لمده 6 شهور يقسط المبلغ. ما شاء الله حلو، يعني ما في احد ما يقدر يسافر. طبعا الذهبيه العالميه للسفر والسياحه حازت على جائزه افضل وكاله سفر وسياحه العام 2017 على مستوى السعوديه. ما شاء الله، برافو عليكم. التواصل على هذه الارقام الموجوده في البروشور. تسلمي حبيبتي. من أهم البوثات دار الإيمان انتركونتيننتال اللي إحنا في ضيافتهم هنا في المدينة، صراحة ما قصروا معنا. أنتوا يعطيكم العافية صراحة. والشيف رنيم ما شاء الله بالأوتيل وهنا جايبتنا القهوة. حبيبتي الله يسعد قلبك يا حبايبي، والله ما قصرت، بيض الله وجهكم. هنا عندنا الحلويات الشرقية الأورينتال والحلويات العالمية. أوكي، هنا الشرقية وحاخذ القهوة. شكرا. هنا الأورينتال. يا سلام، دلع. الله يسعدك. ما شاء الله المعرض طبعا قاعتين قاعة واحدة. في بوثات كثيرة بس ما راح اصور لكم تحت، اللي يبغى يجي يشوف بنفسه ويستمتع وينبسط. اماني طبعا صمم فساتين زي ما خبرتكم، هذه من تصاميمها والشعر. انا ورقي ابكر ما شاء الله. اوكي، هذا المياسم الورد، تصيف الورد وكوش وديكور وتنسق المناسبات. اوكي. عندنا حتى لو انت مثلا في راسك فكره معينه فيكم تنفذوها. ايوه، تواصلي مع المنسق وان شاء الله ما يصير غير اللي يعجبك. حلو، عشان كذا انت إيه. بالمدخل. ايوه، تستقبل الضيوف. ايوه، حتى اي حفله نحاول قد ما نقدر، حتى لو ما فيها طاولات راسي قد ما نقدر نغطي من جميع النواحي. حلو، يعطيكم العافيه والله.